الحقيقة احنا واحنا في ذكرى 30 بارس 68 بنستذكر معها 30 بارس 76 كدروس مستفادة للتوجه للمستقبل. يعني هي دي النقطة الجوهرية اللي نحطها قدام عينينا. ايه 30 بارس 68 وايه 30 مارس 76 وايه العلاقة بينهم؟ نخلينا في اليوم الاولاني 30 مارس 68 قيمته وضحت تماما ان عبد الناصر كان تجسيدا لإرادة أمة. عبد الناصر شخص زينا زيه وأخطأ وأصاب وفي رحاب ربه، لكن كان كله عبارة عن كتلة بتعبر عن إرادة أمة عربية وإسلامية. عربية وإسلامية عايزة الحرية، عايزة الخلاص من الاستعمار والتبعية، عايزة ترفع راسها لفوق. انت مصري على مستوى الأمة العربية والإسلامية في شتى أنحاء العالم. صدقوني هو ده الإحساس العميق الكامن في نفس كل عربي وكل مسلم، إحساس بالمهانة لكثير مما نحن فيه، وإحساس بالعزة والتطلع. إحنا ما نستحقش كده ويجب نكون أحسن. الحتة دي عبد الناصر كان هو الميزان الحساس، ميزان الدائب لكل واحد فينا ولكل مواطن حر على مستوى الكرة الأرضية حتى الآن، بدليل ان شافيز رحمه الله اما قال انا ناصري في هذا الزمان ولا قال له ولا مستني عبد الناصر يقول له تعالى اعمل لك ايه. فاذا تجسيد لإرادة أمة. ومن هنا الكلام ده مش بقوله كده على عواهنه، لا، انا عايز اقول جيش مهزوم، أمة مكسورة اتحش وسطنا في 5 يونيو 67، ما بقناش عارفين رايحين فين. وكنت أنا في الوقت ده في وسط معسكر الشباب في الساحل شمال القاهرة، وكان في دورات، ولقينا الساعة 9:10 الصبح بنطلع الناس، بمشوا الناس بالخيم ويمشوا ويطلعهم، والطيارات فوقنا مش عارفين ايه ولا نروح فين. ضربة دي كانت في 5 يونيو. بعدها وبعد خطاب عبد الناصر في 8 يونيو واتضح الموقف شوية، كان الشعب 8 و9 يونيو طلعتم وانا طلعت معاهم، شيت انا كنت في ذلك الحين امين شباب الضرب الاحمر. فطلعنا ومشينا في الضلمة وطلقات علينا وبتاع مش عارفين ايه اللي بيحصل فوق دماغنا، ولا هي مقاومة الطيران ولا ايه، عشان عايزين نروح للرئيس فنشيت البكري. لغاية ما رحت في الحتة عند شيراتون رمسيس، ده ما كانش لسه بقى فيه شيراتون رمسيس، كان لسه حتة مصلحة السجون لها معرض زمان وبتاع، فنهايته عايزين نركب اي حاجة عشان نوصل لمنشية البكري عشان نقول لعبد الناصر استمر استمر. ليه؟ في دقيقة الناس لقت ارادتها ما هياش واثقة فيها تديها لأي انسان. نمرة 2 ثقتها، ما فيش مخلوق الا هذا القائد اللي راجع من جيش مكسور وبإحساس مهين وبيقول أنا أتحمل المسؤولية لوحدي وأضم إلى صفوف الشعب في الموقع الذي يختاره الشعب. دي كانت تجسيد رهيب بقى، مش على مستوى 9 و10 في مصر بس، وفي جميع البلدان العربية 9 و10. دي ركزت إيه تاني؟ أنت ولا بديل. فإذا دي شهادة التاريخ يا أسيادنا، عشان ما نكونش إحنا بتوع عبد الناصر ولا بتوع غيره، لا، العملية أكبر من كده. بقول تجسيد لإرادة أمة عربية وإسلامية، لأن عبد الناصر لوك عامل مقدمة لكتاب اسمه الثورة التحررية الكبرى بيحض فيه أيها العرب أيها المسلمون أفيقوا ولن ننتصر إلا بالثورة التحررية الكبرى اللي هي العرب والمسلمون على قلب رجل واحد، تحركوا تحركوا تكتب لكم الحياة. عبد الناصر هو لسه بالرتبة بتاعته وبالبدلة الكاكي يوم ما طلع ده سنة 55 كان الكتاب ده الإصدار ده، وهو كان عامل مقدمته قبل كده. إذن الجماهير في مصر وفي الأمة العربية ادته الشهادة، العرب في كل قطر عربي والأحرار تمسكوا به،
جه بعد كده بقى مؤتمر الخرطوم في اغسطس 67 بعد 3 شهور من اندكسة 5 يوليو وعربيته اتشالت والشعب العربي كله فرض على فيصل وعلى الرجعية العربية قرار مؤتمر الخرطوم. عارفين ايه قرار مؤتمر الخرطوم؟ ودولة مهزومة مكسورة الجناح ما عندهاش امكانيات، قناة السويس وقفت، ما فيش بترول، ما فيش كل ده، ويقولوا لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف. دي ارادة ايه؟ امة. وان هنا الزعيم ما مشي كان مسلح بهذا الضمان وهذا التعبير عن إرادة الأمة. ومن هنا مشيت، فكان الصمود وكان التصدي وكان الاستعداد لإزالة آثار العدوان، واتجه في كلامه في بيان 30 بارس إلى البناء الداخلي والجماهير ركن، والجزء الثاني الأمة العربية وأنصار الحرية في كل مكان كيف نتعامل مع إعلان الصمود ولا بديل عن المعركة لإزالة أثر العدوان. الكلام ده وكان لسه 10 شهور على العدوان يوم بيان 30 مارس كانت الدماء لم تجف، لكن الطريق كان واضح والاستناد كان ايه؟ شعب في الداخل لا شيء يعلو على المعركة والتجهيز واسترداد الأرض، وفي نفس الوقت قال ايه؟ قال الاشتراكية ومزيد من الاشتراكية، سوف نبقى تحت نفس الإعلام، علم الاشتراكية ومزيد من الاشتراكية، العدالة الاجتماعية ومزيد من العدالة الاجتماعية، ودور الدولة اللي بيقف مع الأغلبية لتحقيق تكافؤ الفرص والتيسير على الفقراء والمساواة والتعيينات والفرص والوظائف، كل ده الدولة مسؤولة تضمن تحقيق هذه الحقوق، مش مجرد حاجات في الدستور. عبد الناصر في بيان 30 مارس كل ده حصل، محاسبة مراكز القوة. فإذا عبد الناصر اللي بيقولوا قضية الديمقراطية ولعب العيال اللي بيقولها والتعدد الحزبي اللي احنا شايفينه زي قلته من يوم ما طبق في مصر، من يوم عبد الناصر ما قال لهم يا منابر انتوا بقيتوا احزاب وما اعرفش بكيف السادات، اسف السادات فكنا في حتة قاعدة في المجلس قال لهم ما انتوا بقى المنابر بقيتوا احزاب وبقت حزبية من سنة 76. فنهايته عبد الناصر في بيان 30 بارس عمل ايه؟ اصر على اعادة بناء اجهزة الدولة كله والرجل المناسب في المكان المناسب والاستفادة زي ما قال الاخ محسن بذوي الخبرة بالدرجة الاولى والوطنية واهل الخبرة وليس اهل الثقة. والكلام ده عبد الناصر قال واعادة بناء التنظيم السياسي بالانتخاب المباشر من القاعدة إلى القمة. وأنا كان لي شرف إن ننزل في الدرب الأحمر عشان المؤتمر العام، مؤتمر القوم العام اللي هو أعلى قمة في الاتحاد الاشتراكي العربي بالانتخاب، أنا وغيري 50% عمال و 50% فئات، أنا على مستوى الدرب الأحمر. وعبد الناصر قال اللجنة المركزية بالانتخاب والأمانة العامة بالانتخاب واللجنة التنفيذية العليا بالانتخاب لدرجة فوضوه قالوا له أنت الأدرى باختيار المعاونين اللي معاك 5 6 7. قال يستحيل يستحيل، ونزلوا جميعا للانتخاب. وأنا فاكر الأستاذ محمد فايق ربنا يطول في عمره وهو على سلم اللجنة المركزية واحنا رايحين ننتخب، وكان بحب الحسنين هيكل وأحمد بهاء الدين من اللي داخلين في اللجنة المركزية، وكان بيقابلنا الأستاذ محمد فايق على السلم وإحنا طالعين كأعضاء مؤتمر عام عشان يعني ادوني صوتكم ادوني صوتكم أستاذ محمد فايق وغيره. فإذا كانت هناك الديمقراطية اللي تعبر عن الإرادة الحقيقية للجماهير، وأصر زي ما قلت لكم بالضبط يستحيل إلا بطريق الانتخاب، وكان عايز يشكل قبل إزالة إثار العدوان حزب معارض ويطلع جورنال ومجلة وكده وسمى الأسماء. ولكن صدق سليمان قال له في المرحلة دي وقبل إزالة آثار العدوان نرجئ هذه القضية ونوقشها في مجلس الوزراء ولها وثائق بتقول هذا. ما كانش عبد الناصر لا بيطمح في السلطة ولا غير السلطة، ده كان بيحرر أمة، كان بيحرر أمة. إذن عبد الناصر انتهى، الديمقراطية مورست في ظل حالة الحرب والطارئ،
ما زادش الاكل مليم العدالة الاجتماعية. وفي النهاية استخلص عبد الناصر قوتنا في قوميتنا، وهي دي اقول لكم هي الوصية اللي يجب لا تتخلوا عنها مهما حكام عرب او عملاء عرب او عملاء لامريكا تغلغلوا بيننا وقالوا لنا ما فيش فايدة وان القومية دعوة شيفونية، ده كلام عدو وكلام عايز يضعفنا ويضيع النخوة العربية وغيرها، ويقول الإسلاموفوبيا عشان ده تقول الإرهاب، وكل هذا الكلام يخلقه ويعمل له منظمات ويعمل له جيوش ويدخله تحت حلف الناتو عشان نبقى احنا أدوات لضرب المسلم المسلم السني والشيعي فيما يسمى حرب الإرهاب، والمسلمين يخلصوا على بعض ويا دار ما دخلت شر. إذن عبد الناصر استخلص ان قواتنا في قوميتنا. قلت لكم ان العدالة الاجتماعية قال ما فيش تعارض بين العدالة الاجتماعية والاستعداد للمعركة وخوض القتال لتحرير الارض، دي كلماته بالضبط. قال لنا كمان اعداء الامة العربية من خلال الدماء والارواح والعمر والتجربة المريرة اللي عشناها مع عبد الناصر ومع الملكية قبله، قال لنا اعداء الامة العربية هم الثلاثي امريكا الصهيونية الرجعية العربية عملاء الاستعمار. انا بقول لكم دي لان دي مسامير ومفكات عايزة تتربط مش تتفك ولا ننساها. قرنوا النهاردة وشوفوا ايه اللي بيتنصب حوالين مصر، يجوا من هنا نيجي من هنا، ملم يقولوا لا ما فيش بنك دولي ويدوا معرفش الايه بال15 مليار وال20 مليار اوروبا عشان ينقذوا بلد، ويدوا اليونان 600 مليار عشان اليونان ما تطبش كاحدى دول الاتحاد الاوروبي، كارثة. لكن مصر لا ما ترفعش راسها، هذا قدرنا. لكن احنا قادرين على التحدي باذن الله، لان عبد الناصر نفسه قال اننا نحلم بمجد امه وكان نفسه وسوف نبني هذا المجد. لكن القضية ما زالت قائمة، وعندنا في الحتة دي ابو القاسم الشاب اما قال اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر، ولا بد لليل ان ينجلي، ولا بد للقيد ان ينكسر. وأحب أقول لكم إن هذا البادج ده كان هو في مجلة بتطبع على السلسل في الضرب الأحمر، أما كنت أمين الشعب أمين شباب الضرب الأحمر، طلعنا منها 14 عدد على السلسل والرونيو وكلام. كان البادج ده هو كده، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد الليل أن يقول قيدا ينكسر. إذن أنا بطبق على الواقع إن الشعارات كان لها صدى. وبعدين بعد ما حدد أعداء الأمة قال الاشتراكية مزيد من الاشتراكية، العدالة الاجتماعية كل ده في بيان 30 مارس، تدعيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ودور الدولة. وبعدين يوم ما توفى الزعيم عبد الناصر كان هناك القسم المجيد اللي قاله شعب مصر، وأنا واحد منهم اللي مشيت وأنا شانق سواد على رقبتي، و كنا بنقول بالروح بالدم هنكمل المشوار، بالروح بالدم هنكمل المشوار. وافتكر الكلام ده طلع كسيمفونية منين لفين، من ميدان عبد المنعم رياض لغاية ميدان العابدين، بعد الجنازة ومشيت العربية اللي بيقول لها كذا والطيارات الهليكوبتر وخلاص عدت من علينا المشهد، وملايين البشر يوم وفاة عبد الناصر لقينا الناس بتقول كده الوداع يا جمال يا حبيب الملايين، ثورتك ثورة نضال عشتها طول السنين، الوداع الوداع لوحدها الناس هدير، لغاية ما روحت بيتنا وخرمت من ميدان عابدين والهدير مستمر. يا سيادة أنا بقول لكم حقائق كما عشتها، وليه اتعمل كده وليه عبد الناصر كويس مش عبادة فرد لكن سلوك قائد أخلص أعطى صدق وعد عهد وصدق في وعده لغاية آخر يوم في عمره. إذن بين 30 مارس 68 بقى وبين 30 مارس 76 علاقة مجيدة، شعب أصيل عربي في فلسطين في الجليل لما عايزين ينتزعوا المثلث ويحرموهم وغيره وغيره وموتوا بينهم وعملوا كله كل ده عشان تهويد الأرض. القضية اللي النهاردة مشي عليها إيه مناحم بيجن اولا لغايه ما ضغطوا على السادات وطلعوه من اللعبه وقال 99% من اوراق اللعبه خدي يا امريكا اعملي زي ما انت عايزه فينا، اعملي فينا مش اعملي لينا. لا اذا
جه بعد مناحم بيجن شارون اللعين، بعد شارون نتنياهو الألعن. النهاردة تهويد القدس وتهويد الدولة، وبدون كده لا دولتين ولا غيره، وهنسحقكم، هنسحقوا سحق يا فلسطينيين، وشوفوا هتعملوا ايه، شوفوا قد ايه حجم التحدي اللي وصلنا له. فهناك شعب بيجسد إرادة أمة في فلسطين، في فلسطين بنشعر بالعزة يوم ما نلاقي أي مكسب ليهم ولو فتح المعبر، بنفرح وبنحزن وبنلغم لما نلاقيهم بيبادوا فيهم ولا من معين. كذلك في بيان 30 مارس كانت أمة بتستعد، والخطة جرانيت والحرب وكل ده شغال، والعدالة الاجتماعية والأسعار والوظائف، كانت نسبة البطالة يا سيادنا 0% بمؤشرات البنك الدولي بعد ما مات عبد الناصر، مؤشرات البنك الدولي بتقول كده. إذن النهاردة احنا افتقدنا كثيرا هذا القائد الزعيم البطل عبد الناصر رحمه الله، لكن طريقه مطلوب بالروح بالدم، هنكمل المشوار. انا بعتبر ده كان قسم وعهد من شعب ما نعرفش بعضينا، ماشيين كتل ما تقدرش تلف كتفك، كتل بتقول كده. ايه خلاها قالت كده؟ قائد ولا واحد ولا مكتب تنفيذي. انا عديت على المكتب التنفيذي اللي كان في شارع ثورة ابو عالم ده، لقيت عم جيت فريق فيه والناس فيه وبتاع فيه ومش عارفين يعملوا ايه الكل. عبد الناصر مات، اللي بيلطم واللي بيقول واللي بيعيط وغيره وغيره وغيره. كملنا المشوار. فاذا على هذا الشعب وعلى الناصريين بالدرجه الاولى كفريق قومي ان هو يرفع رايه القوميه اعلى ويدافع ويعرف اعدائه. ما بقولش نخش في حروب، لكن ما يتكلش عقلنا، ما نتلحس ولا نجري ورا فلوس امريكا والمنظمات حقوق الانسان والصرف والناس اللي بيروحوا يتدربوا وما اعرفش فين وفين 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 عشان يجوا يخربوا مصر. لا بالإخوان العملاء للولايات المتحدة الأمريكية ولا بأمريكا والرجعية العربية هنقدر نخرج من الورطة اللي احنا فيه، لولا إرادة هذه الأمة والصبر والجهاد الحقيقي في سبيل الله وعلى قلب رجل واحد. وأنا شايف إن السيسي بإذن الله يا رب يكون على طريق عبد الناصر حقيقة ويحميه من التحديات، لأن أنا وأنا ماشي لقيت في جريدة الوطن النهاردة المنشد إن الأموال والفلوس جت لبعض ناس في مصر لاغتيال السيسي قبل انتخابات الرئاسة، منشط في الوطن بتاع النهاردة. وأنا قاعد في المترو وبص في كده لقيت المنشط كده دلوقتي وأنا جاي. إذن نحن في خطر ماحق، ولكن عبد الناصر ترك لنا القدوة والطريق ومعالم الطريق اللي نمشي عليه. فإذا أخلصنا وحطينا ايدينا في ايدين بعض على قلب رجل واحد لن يهزمنا اليمين الرجعي ولا عملاء الاخوان ولا عملاء امريكا. شعب مصر القومي العربي المسلم الحقيقي لو باعوا على قلب رجل واحد على كل المستويات، ابتداء من السيسي لاصغر غفير بيحمي مصر لاصغر صانع واقف قدام مكنه عشان تطلع انتاج يجيب لنا القوت اللي نعلم منه اولادنا وناكل منه. مطلوب هذا الاخلاص وهذه الأخلاق، وهو درس في الأخلاق تعلمناه من القائد عبد الناصر رحمه الله. وبالله التوفيق، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.